السلام عليكم معزوف الاخت البنات، نتمنى تكونوا كلكم ان شاء الله بخير. مرحبا بكم في الفيديو تاعي تاع اليوم. اليوم رايحه نشارك معكم اون بتيت جورني معايا في هذه الصبيحه هذه. رايحه نبداها بهذا المشوشه. درت بوغ الست بيضات، درت ثلاث مغارف تاع سميد وفي هذيك لاكاسرول اللي رايحة نطيب فيها درت ثلاث مغارف تاع الزيت ثاني، سخنتهم مليح. من بعد حطيتهم هكذا على هذاك السميد، شتو كيفاش كان يغلي هكذايا. ودرت شويه لوفيغ وشويه ملح. من بعد كسرت هذاك البيض وخلطت كلش وحطيتهم على لا تمبيراتور موين حتى وين طابت من الجهه التحتانيه، وعاود قلبتها ورايحه نوجد معكم البتي دي جوني. انا ولادي كامل مرض، دونك شغل البرد برا يقتل. هاد الصبيحه هكذا بانت شويه شميسه، ولكن في العشيه بدات ثلجيتو، دونك غير النهار في الدار ومع الدراري مرض هكذا حبيت ندير لهم شي حاجه شغل تغديهم، تعطي لهم شويه لا فورس. كما شفتوا هذه هي المشوشه كيفاش جات، جات فريمون شغل منفوخه هكذا وخفيفه من الداخل، ودرتها مع شويه عسل. ومام الحليب درت لهم شغل الحليب هكذا سخنته ودرتهم شويه عسل تانيك. وهذه هي هنايا جيت باش نهوي لا شومبر تاعهم. الصباح قبل ما يفيقوا كنت حليت الطاقه تاع الصالون مع تاع الكوزينه باش يجوز هكا شويه الكورون دير ويتبدل شويه الهواء في الدار. وهنايا شغل خلاص هويت الصالون كامل، راهم يلعبوا تماك، وجيت باش نحل الطاقه تاع لي شومبر. من بعد هنايا كملت نضفت كامل هذاك اللي كلاو فيه الصباح. ومن بعد كيما شفتوا في هذيك الكسرونه درت الماء ودرت له الكاليتوس. شغل انا هذه هي الطريقه اللي ندير بها باش نديزانفيكتي شغل هكذا شويه الدار. شغل مع راكم عارفين كيكونوا الناس مراد شغل يكونوا الفيروسات شغل يدوروا كامل. انا ندير الكاليتوس، ندير هكذا الماء ونخليهم يتغلاو هكذا شغل حتى يفابوراو كامل في الدار. وعندي هذه نتاع اللي يديروا فيها شغل الفوندون، شغل باش ندوبوا فيها شي حاجه الفرماج ولا الشوكولا ولا شي حاجه كيما هكذا. شعلت عليها الشمعه من تحت وخليت حتى وين غلا هذاك اللي حطيته في الكاسرونه، وحطيته هكذا وشحلت له من تحت الشمعه وخليته في شاك شومب خليته فيها واحد او موين 15 دو مينوت كيما هكذا.
وهنايا رايحه ندير اون سوب بالخضره، رايحه ندير الخضره اللي كاينه عندي انايا، والحاجه اللي عارفه ثاني شغل فلوغ وتعجب تعجبنا انايا. بديت باللحم قطعته هكذايا شغل دي بتي مورسو، قطعته فريمون هكذا شغل صغير باش يطيب بالخف، باسكو ما رايحاش نخليه يطيب مع الخضره كامل. رايحه نديرو هكذايا وحده، نقليه وحده، من بعد تشوفوا كيفاش لي ديتاي في لا فيديو. وهنايا رايحه نقطع لا ميم شوز كامل الخضره هذيك، رايحه نقطع الثوم، كثرت من الثوم رايحه تقوي شويه المناعه. ودرت ثاني بصلة، درت لو سيلغي ثاني قطعته هكذا يوم تي مورسو، درت حبه قرعه، حبه زروديه، زوج حبات طوماطيش، وحبه بطاطا ثاني. المهم قطعت كامل هكذا يا شغل دي بتي مورسو. هنا حطيت شويه زيت زيتون في هذه الطنجره، حطيت هذاك اللحم رايحه نقليها ابتي فو، حطيت عليه غير شويه ملح وشويه فلفل كحل. كما قلت لكم ابتي فو رايح يطيب مليح هكذايا، ومن بعد نحيه في هذيك المرقه ديالو، في هذيك شويه الماء تاع اللحم والزيت اللي تقلى فيه، رايحه ندير الخضره. كما شفتوا راه طاب كومبليتمون هنايا، ورايحه نحيه. ومن بعد في هذيك المقله رايحه ندير هذاك الثوم مع البصل ولو سيلغي، رايحه نخليهم يتقلاو مليح حتى وين هذاك البصل يتكاراميليزا، وتشوفي فريمون هكذا شغل هذيك الريحه تبدا تطلع، هذيك الريحه البنينه تاع البصل والسيلغي تو. ومن بعد رايحه ندير هذيك لو ريست تاع الخضره كامل، ونخليهم ثاني شويه، ومن بعد نمرق بالماء شغل غليتو ديجا من قبل، وحتى وين تقلى هذاك البصل حتى وين زدت هذيك الخضره الاخرانيه، باش درت شويه لي زيبيس، درت انا شويه قرفه، شويه فلفل كحل وملح بيان سور، درت شويه بابريكا وشويه كزبر مطحون، وهذه هي فوالا. خليتهم بعد ما رقت عليهم بالماء هكذا غليتو، ونخليها حتى تطيب. انا بيرسونيلمون نكثر بزاف من لي سوب، سورتو هكذا في ليفير، شغل الدراري اصلا شغل ما يحبوش ياكلوا الخضره، شغل الا تعطي لهم لو شوا ما ياكلوش الخضره. وانا في ليفير شغل جيساي شغل لو ماكسيموم كو جو بو ندير بزاف لي سوب باش يوالفوا الخضره ياكلوها، وميم طون شغل صحيه، شي حاجه سخونه هكذا في هذا البرديتو شغل يعطي يعاون لو كور باش يكون هكذا يا صحيح. وهنايا ملي طابت كامل وطحنتها، حطيت عليها هذاك اللحم وخليتها غلات زوج غليات كيما هكذا، وخلاص طفيت عليها، وتجي في هذيك البنه تاع هذاك اللحم شغل مقلي وحده شغل. المهم وهنايا عمرت لهم وحده، درت لها غير معدنوس وشويه نعناع، والاخرى حبيت ندير ليها لا كريم، حطيت ليها بتي بو دو كريم. ميم كي نزيدو لها لا كريم تجي ثاني كبنينه شغل، تزيد لها ايغو. وكانت عندي لا بيتزا كنت طيبتها النهار الجمعه، قعدت لي حطيتها في الكونجيلاتور، واليوم جيت سخنتها. ايوا هذه هي. شوفوا كيفاش بدا النهار، الشميسه والدنيا حاله كامل، وغير الجويه تاع 11 ونص باقيه ولا 12 بدا هكذا شغل تغيم الحال، وبدات ثاني الثلج تطيح. هذا هو حال الاجواء تاعنا هنايا. المهم كملنا هذيك لا سواري كيما هكذا، فاصون على 4 تطيح الظلمه خلاص، ما كان و جيت لهم بور لو غوتي، درت لهم اون تارت تاع تشيز كيك بلورانج، ودرت لهم شويه عصير هكذايا بور لو غوتي. والعشيه ختمناها بواحد شويه بوب كورن، وشفنا فيلم قدام لا تيليفزيون. وهذه هي لهنا نكون وصلت لافين تاع لا فيديو، نتمنى تكون ان شاء الله عجبتكم. خليتكم في امان الله، بسلام عليكم، باي باي.